قصة مكالمة رئيس الوزراء لمحافظ البنك المركزي اللي غيرت مصير الدولار. في شهر 2 سنة 2022 مصر والعالم بيعانوا من اللي عملته أزمة الحرب الروسية الأوكرانية واللي أثرت على واردات القمح، ده غير موجة التضخم العالمية وتأثيرها على حركة السياحة وأسعار الطاقة والسلع والخدمات. مفيش دولة سلمت من اللي حصل، لكن مصر كانت من أكتر الدول المتضررة في الحرب دي، علشان كده فقدت مليارات من الدولارات كانت معروفة بالأموال الساخنة، وده طبعاً خلى في النهاية يحصل فجوة دولارية والدولار رفع وتقريباً شح، ما بقاش موجود في السوق غير السوق السوداء. وطبعاً نتيجة لده كل يوم في مشكلة اقتصادية بتحصل في مصر، لكن علشان عندنا رئيس عبقري وحكومة بتفكر كويس ما كانوش بيناموا ليل نهار علشان يفكروا في حلول المشاكل دي. كان الهدف منها هو السيطرة على الأزمة ومنع امتداد الخطر والخروج منها بأسرع وقت، كل ده في مدة زمنية محددة علشان المواطنين تبقى حياتهم مستقرة. فيا ترى ايه الخطة اللي عملتها الحكومة علشان تسيطر على جنون الدولار؟ وايه هو سر المكالمة اللي غيرت مصير ودفة الأزمة؟ في 18 أغسطس 2022 رن تليفون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكان الاتصال من رئاسة الجمهورية. الاتصال ده علشان يبلغوه بأنه وقع الاختيار على المصرفي الكبير حسن عبد الله لتولي منصب محافظ البنك المركزي، واللي هو المؤسسة الرئيسية اللي هتتعامل مع الأزمات المالية الصعبة. وبسرعة الدكتور مصطفى مدبولي بلغ حسن عبد الله عشان يبارك له على منصب محافظ البنك المركزي. كان التكليف الرئاسي انه لازم بسرعة يتم مجابهة الصعاب والأزمة عن طريق حلول خارج الصندوق، وتبلغ عبد الله بانه معاه كافة الصلاحيات علشان يبدأ مهمته باستعادة الاستقرار والسيطرة على أسواق الصرف والتخلص من الدولار كأداة ضغط على الدولة المصرية، وإبلاغ الرئاسة بكل التفاصيل أول بأول. وفعلا المحافظ حسن عبد الله بعد ما أدى حلف اليمين راح على مكتبه في البنك المركزي وعمل فيه اجتماع مهم لبحث حالة الأسواق المالية، وضع خطة لمواجهة كل التطورات أول بأول، وضع حلول خارج الصندوق، وبدأ بإجراءات استثنائية وقتها بتحديد قيمة السحب والإيداع على الجنيه والدولار، وقف استيراد السلع الاستفزازية، بعدها إجراءات لتشجيع كسب الدولار زي مبادرات سيارات المصريين بالخارج، طرح أراضي مميزة ليهم لشرائها بالدولار. في الوقت اللي كان فيه المركزي بياخد إجراءات كانت الحكومة بتسابق الزمن علشان تساعد في السيطرة على الوضع، وأعلنت عن برامج والطروحات الحكومية وبيع حصص للشركات، وكانت النتيجة النهاردة إن الدولار سعره بينهار حرفياً في السوق السوداء والأسعار في النازل لأسباب كتير أوي، زي انضمام مصر للبريكس بعد ما اتقال ان في توقعات بتوفير 30 مليار دولار مره واحده بعد استبدال العمله الامريكيه بالعملات الوطنيه في مصر ودول البريكس، وهي حجم التجاره بيننا وبينهم، ده غير صفقات الطروحات الحكوميه وزياده موارد الدولار وتوقع وصولها ل 190 مليار دولار خلال السنتين ثلاثه زي ما اعلن الدكتور مدبولي. كل ده اكد ان ازمه دولار السوق السوداء بيلفظ انفاسه الاخيره، والدوله رجعت تسيطر من تاني على ازمه هتنتهي للأبد، وبكده يقدر حسن عبد الله يرفع سماعة التليفون ويبلغ الرئيس إن الموضوع بقى تحت السيطرة.